سد حاجات الفقراء والمساكين، ولما في سد حاجات الفقراء والمساكين من سل الضغائن والأحقاد عن قلوبهم. فإن شهر الصوم هو شهر الصدقة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، فاقتدى به أهل اليسر وأهل المال. فلذلك تجد أهل الخير وأهل المال وأصحاب الثراء يسارعون في شهر في هذا الشهر الكريم إلى سد حاجات الفقراء. وحسبك أن تنظر وأن ترى بهذه المشاريع الطيبة والتي تسمى بمشروع إفطار الصائم، وما يضعه أهل الخير في هذه السفرة من أطايب الطعام التي ربما لا يجد هذا الفقير مثلها في بقية شهور السنة، من أطيب الطعام من اللحوم والإدامات والأرزاز ونحو، أسأل الله عز وجل الكريم أن يجزيهم خير الجزاء. فلذلك في هذا الشهر الكريم تجد الفقراء والمساكين يجدون حاجاتهم من هذا الطعام الطيب، وكل ذلك وهذا كله من آثار هذا الشهر الكريم.